شكرا لك ابو فهد. بكره مباراه الاتحاد وقادسيه عبد الله فلاته. اتمنى اشوف الاتحاد يلعب كتله واحده، اشوف ديابي، اشوف برقوين يرجعوا مع الاضره، اشوف عوار يرجع لوسط الملعب. الاتحاد لازم يلعب ككتله علشان يقدم مستويات يعني مطمئنه لجماهيره. عبد عماد، بكره اتحاد القادسيه اول شيء. اتحاد القادسيه طبعا مدرب نادي القادسيه يبحث عن الدفاع المتقدم لنادي الاتحاد، متى ما تقرر ان يلعب الاتحاد بالدفاع المتقدم بوجود خوليان وكاميرون راح تكون مباراه صعبه على الاتحاد. الرائد والوحده المباراه متكافئه جدا في العناصر، ولكن مختلفه الافكار. الوحده دائما يبحث عن الاستحواذ واللعب في مساحات ضيقه مع هذا المدرب، الرائد دائما يبحث عن استقبال اللعب واللعب على التحولات. اعتقد الرائد اقرب لتحقيق الفوز. ضمك والتعاون مباراة متكافئة جدا جدا جدا، ومن يستحوذ على هذه المباراة تحديدا في ظل وجود الأسماء المميزة في وسط الملعب هو الأقل من تحقيق. شكرا لك عماد السالمي. شكرا عبد الله فلاح. تعليق عن حديث إيمانو مدير دوري الرابطة، واحدة كلمة إذا كان دعم النصر ومنافسته للهلال بقية الأندية يا مليانو. طيب. كومبرس يا مدير رابطه الدوري المحترفين كومبرس. شكرا كابتن فودر. شكرا ابو بدر. كابتن سمير يعطيك العافيه. لحظه يا استاذ هاني، استاذ هاني لما جاء اشكرك راح يكون عندك فرصه ترد. اهدى معايا الله يخليك. شكرا ابو فهد. شكرا لك. شكرا كابتن سمير. شكرا كابتن هاني. شكرا كابتن هاني. شكرا عبد الشيخ. شكرا ابو بدر، وقتي عطى هاني. هاني تفضل. ابو بدر بالنسبه ترى مايكل ما قال مساعده نادي النصر تحديدا، هو قال احنا حضرنا لمساعده الانديه وخدمتهم، هذا اللي قاله، ما قال النصر تحديدا. ومع ذلك ترى قال لن نهدي او لن نسهل حصول كريستيانو رونالدو لبطوله الدوري، برضو هذا قالها وما حتى ذكرها. لا لا ثانيا لا لا لا. انا بالنسبه لمباراه الهلال يا هاني حست التصريح مباراه الهلال مباراه الهلال لا 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 بقول بكمل وبعدين رد. لا ما في وقت انتهى. واحنا شاهدنا علي البلاهي شاهدنا علي البلاهي اساسي وحسان تنبكتي يعني احتياط مع المنتخب، علي البلاهي خارج التشكيله، المشكله وين وما حد تكلم فيها؟ ليش البلاهي خارج التشكيله مع المنتخب وحسان تنبكتي؟ يعطيكم العافيه. نقطه اخيره سالم الدوسري بحركته اللي سواها اليوم يرد على مين؟ يرد على الناس يعني النرجسية الإلزامي، يرد على أي معقد كان يستهدف قائد المنتخب السعودي في أصعب لحظات الكرة السعودية، بس هذا اللي كان يرد عليهم اللي هم النرجسية. لا لا النرجسية لا 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 قائد المنتخب السعودي يتعرض لضغط من ناس فاقدة للأهلية. عنده شعار طيب عنده شعار نادي الهلال يستطيع تقبيله، شكرا. لكن النرجسية اللي في سالم والصورة اللي موجودة وقبل اللي في الأقدام تبقى في الأقدام. شكرا لكم. انتهى وقتنا، غدا موعد آخر. تمسوا على